متعودة على المزيغة البشرية، مزيغة المريض فكرة تقريم تزوج من الجزيرتين واحد لجم خطوة نضالية للزوجين والحركة الأمازيغية عمل تجسد فعليا سلاح احتجاجي للشارع. ونويت في الفترة اللي راصدة مجموعة مجموعة من السلوكات، مجموعة من الإجراءات، مجموعة من التدخلات الميزانية الاحتوائية، ووضع وظنتهم يقولوا من بعد الحركة الديمقراطية 2011 اللي بطاقة شمالية إفريقية الشرق الأوسط، يقولوا لك الشباب الأمازيغية تساوى فكريا تواد باش يتواعد، وقع تواد 15 يناير 2012 كي عرضت، وقع تواد وطنية يوم 22 أبريل في كازا، دوك هذا وقع ثاني في تواد ويسرقت مع المناطق المغرب تلقي يعرف السودان من الشمال نغنو بفانا المغرب ضرع المغرب روز تتوقع في عرباط ودا يفوس تتوقع في كويدير تودا تزد باش حتى في ثانيين شي كاي مازيغان للقضية الأمازيغية يعني المطالب الحركة الأمازيغية عاد توقف شيء رغم مجموعة الإجراءات مثلا التشكيلية الدولية الوطنية أنه المطالب الحركة الأمازيغية عاد توقف شيء من يتوقع مجرد إجراءات تشكيلية عاد المقصود تسند هو الاحتواء التشتيت من الحركة الأمازيغية بالنسبة للدينس باش تتوقف شيء حق المطالب يسنجان المطلب الأساسي يسنجوار ينصبوا الديمقراطية الحركة الأمازيغية وجب السور في الواو ونقطة السور وقاتل تلاقي كيف تسنوات السور الديمقراطية الديمقراطية الحركة الأمازيغية وتلاقي حق المطالب حتى تير الديمقراطية حقيقية في المغرب سوية طلب زي من طرف تودعي ثاني تين طلب هو أنه عاد حداش قل المغرب عن غريج دستور ديمقراطي شكرا ومضمونا وجود دستور ممنوع دقيت الصور تاع سوف ست الشاك سيجو فوسك سيجو فوسك نظام نزوج دستور ديمقراطي في شاك الشعب إما عن طريق جندو وطنية إما جهة تنسيسية مجموعة السية يمكن أن تطرق سجن حوار وطني ولكن قاعد ما طبنا وغاج دستور ديمقراطي يقر كل حقوق يقر ستوزيع ثروة السلطة توزيع عادل أمو طالب بالمطالب النهضة والمغرب أنه غادي يتغمي شيء غادي يجي دولة مركزية يعقوبية غادي يجي دولة فيدرالية باش تقاسم الثروة السلطة جعل المناطق وفق كما خصكم وفق الشعب المغربي تينا تيم سلايين وانا تمزيغ فعلا تيم سلايين وفوزي المطالب المزيغ فعلا تيم لغة رسمية ديال المغرب وتجوز اللعبة ثاني ستارة توبية تعرف تمزيغ وتم غادي يجيب الدستور الممنوع وانتين تعرف تمزيغ وتم بعد تمزيغ ترجع مزيغ القانون في السيوان في السلطان شي من يكونش لا يهمنا وانما يهمنا انا والناضل هذا الساوى النظام الحركة الأمازيغية على الشارع هذا جنة تلاقى أن نبدأ تمور كنا في 2012 وغان تمارس أن الخطوة يوي سنين أن نروحنا النهار هذا نتين هو السنة جاك إذا كان مهار المغرب أتكمل هذا سنبع التوازي هذا تجهود يغيب الدولة وغيب الدولة هذا الاستمرارية أنه عادة تأتي عند إسرائيل نظام تجدي نفع الأمازيغية الحركة التجارية في الشارع ضد السلوكات الدولية الخزانية الموالغتين وضد السلوكات الأحزاب الكرتونية سكوشي زندر ينجنق الأقل المعارضة ينجنق الحكومة سكوشي زندر يجمي وشوالو المزيغ يجمي وشوالو الشعب المغربي ولحنا سكوشي زندر نايم في معاناة الشعب المغربي أغلى سيزو من تهابيان شنو الزوان بدل عن غير الحياة السياسية جد ديك المغرب فعلا تطور المواطن غاس القيمة الناس حاسينا تينا تمسنا هنا مو الزو غادي يعني غنى وشي عاد نبدا شي تواد لان تبقى بس اللي حتى اللي غادي نديرو وظن الضرورات انه تواد غير ناس ماكي تواد وكادير شي نعمل تعرضني للقمح خصوصا غير الحبوسات خصوصا تقريبا حتى 100 المناضلين 100 مغنص ومسلم تواد وكادير عمو جان المضايقات قاربت يوقع حسن المضايقات الحصار كاع ولا مخان شي ديال ديك ما دار يتنزل الناضو زي 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 ما تقن دريور زي ما تقن نتاجا ديوان يتوقع حسن الحصار هذا القمع بزاف يتسنى عليه في التمويلات وجوج كيضلوا مدريدين شكرا.